أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أسكن في بلاد الكفر وأريد الهجرة، ولكن أنا الوحيد عند أمي وهي لا تريد الهجرة، وأنا لا أستطيع أن أترك أمي لوحدها، فما هو الواجب علي أن أفعل؟ تمسك بدينك واصبر عندها، اصبر عندها، بر بها، تمسك بدينك إلى أن ييسر الله لك الهجرة. نعم.